عليكم. زار وزير الأشغال العمومية قام بزيارة إلى ولاية وهران، ووقف عند عدة مشاريع نتاع القطاع، ومنها المشروع هذا نتاع الطريق اللي يربط من منطقة بطيوة وميناء أرزيو بشبكة السكك الحديدية، واللي سوف يساهم أكيد في تطوير الحركة نتاع البضائع والحركة تاع النفط والحركة نتاع المناجم في المنطقة بفضل هذا الخط الجديد اللي سوف يوصل المنطقة الصناعية تاع بطيوة وأرزيو بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية. أتريكم تتابعون هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم. Thank you.